بداية أتوجه بشكر كبير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده على هذه الرعاية وهذه العناية الكبيرة بضيوف خادم الحرمين. ليست هناك ملاحظة إلا الشكر والتقدير، هذا أول لله تبارك وتعالى أن وفق خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام وخدمة المسلمين والحجاج الخاص. يعني في عجلة سريعة أشكر مقام صائل خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين ووزارة الشؤون الإسلامية على رأسها فضيلة الدكتور الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ حفظ الله تبارك وتعالى.